ليش كثرت الارض؟ لا نقص المعدات، نقص المعدات، هذا وقف المشاريع. هذا تهديد، هذا خارج تهديد خاص بالمره، تهديد خاص ان الجهه تهدد. بخليك تفلس، بخليك بسكر عليك. تهديد في رسوم الدولة أو إيقاف خدمات. لا تهديد يقول شيء، أنت عليك ما تقدر تتحكم في القانون الشرعي. عليك ما ثانية تتحكم فيه. خاص فيك خاص. طيب وشو باقي في الشؤون الإدارية؟ خلنا